السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناة سبورت ديزاد، التي تقدم لكم أخبار الرياضة العالمية والحلول التقنية للأجهزة الرياضية. اليوم مع جهاز جيون على سويت ميني اتش دي بلس، الذي لديه مشكل وهو توقفه على البوت كما تشاهدون، وهذا المشكل يعاني منه الكثير من مستعملي هذا الجهاز. تحدث هذه المشكلة عند انقطاع الكهرباء، تكون تشاهد في مباراة ما ثم تنقطع الكهرباء وتعود مجددا فتحصل على هذا المشكل، يعني مشكل يعاني منه الكثير من مستعملي هذا الجهاز وما يشابهه من مامو بلوس والأجهزة الأخرى التي تشبه هذا الجهاز. إذن هذا المشكل كيف تحله؟ أنت في مباراة وتوقف الجهاز على البوت وتكون مباراة قوية ثم لا تدري ماذا تفعل، فكل ما عليك هو أن أولا تنزع هذا الخيط، خيط الكهرباء، أولا، ثم هذا الخيط، خيط الشاشة، خيط المرتبط بالشاشة ثانيا، ثم ماذا تفعل؟ ثم تدخل اولا خيط الكهرباء هكذا، اولا ثم الشاشة، خيط الشاشة هكذا، وسوف تلاحظ باذن الله حل المشكل هذا. نعم، كما تشاهدون ذهب البوت واشتغل الجهاز والحمد لله. ونرجو منكم أن تشتركوا في القناة أعزائي المشاهدين لكي نقدم لكم شروحات أكثر وأخبار أكثر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.